بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردني مقطع فيديو لسيدة فاضلة تقول: إذا عددنا الكلمات في قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، من عند 40 إلى آخر الآية هناك 40 حرفا بالضبط، والآية الثانية فإطعام 60 مسكينا فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. من عند كلمة 60 إلى آخر الآية هناك 60 حرف، إذا في الآية الأولى 40 حرف هنا 60 حرف. الآية الثالثة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. من عند كلمة 70 إلى آخر الآية هناك 70 حرف. أنا أحببت فقط أن أوضح لأن هذه الحسابات تمت على أساس الرسم الإملائي للقرآن، لأن الذي أرسل لي الفيديو قال هناك خطأ لأنه عد على الرسم العثماني فكان العدد مختلفا. الرسم العثماني أيها الأحبة مثلا كلمة الفاسقين تكتب من دون ألف سينقص عدد حروف واحدا، كلمة الكافرين تكتب من دون ألف أيضا سينقص واحدا. إذن هذا الكلام الموجود على الفيديو، مقطع الفيديو صحيح، ولكن بشرط أن نعد الحروف حسب الرسم الإملائي الذي نكتب به نحن وليس الرسم العثماني. إذن من عند 40 في سورة البقرة، آية البقرة، من كلمة 40 من أول الكلمة إلى آخر الآية 40 حرف حسب الرسم العثماني. الآية التي فيها 60 مسكينا من عند 60 نعد من حرف السين 60 إلى آخر الآية أيضا 60 حرف حسب الرسم الإملائي. والكلمة والآية التي فيها 70 آية الاستغفار 70 مرة من عند 70 إلى آخر الآية أيضا 70 حرفا حسب الرسم الإملائي. أحببت فقط أن أوضح لكي يعني لأن هناك مناهج متعددة في عد الكلمات والحروف في القرآن الكريم، فالسيدة الفاضلة استخدمت هذه الطريقة في العد أنها تعد الحروف حسب الرسم الإملائي وليس العثماني، فحسب الرسم الإملائي هذا الكلام صحيح. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.